نعم، اهلا بك. ما اعلنت عن الحكومه كان ما جاء على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من خلال مؤتمر صحفي انتهى منذ دقائق. كان هناك محاولة لشرح فيه ما حدث، وأن ما حدث هو بسبب عدد من العوامل، منها ما هو استثنائي، أن ما حدث في الأمس تحديدا وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين كما جرت العادة في الكثير من الأماكن لثلاثة وأربع، وهو ما أثار موجة من الانتقادات، كان بسبب انقطاع أحد حقول الكهرباء من إحدى دول الجوار، وأيضا بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في موجات الحرارة خلال شهر يونيو الماضي. هذا فيما يتعلق بالتفسير والتبرير فيما يتعلق بما هو قادم أو محاولة احتواء هذه الأزمة. كان هناك عدد من القرارات، منها ما ذكرته أنت، وهو المتعلق باستيراد كميات كبيرة من المازوت خلال الفترة المقبلة، تعهدات بأن هذه الأزمة ربما ستستمر لأسابيع، وأنها ستتوقف أو الانقطاع سيتوقف في الأسبوع الثالث من شهر يوليو، وربما الأهم هو عدد من القرارات بأنه سيكون هناك إغلاق للكثير من المحال وفي المولات أو المشهورة بالمولات خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر يوليو في محاولة لتخفيف الأحمال، وأيضا المقاهي وغيرها، وهناك استثناءات فيما يتعلق بالمطاعم والصيدليات التي ستغلق في الواحدة صباحا وليس العاشرة مساء. حتى الآن هناك من يرى بأنه من المبكر الحكم على هذه أو هذا الطرح الذي أعلنه رئيس الوزراء، وأنه سيكون هناك تعهدات بأنه سيكون هناك نهاية لهذه الأزمة مع نهاية هذا الصيف. ولكن بالتأكيد كان هناك انتقادات كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات مساء الأمس تحديدا، حيث بلغت ذروة قطع التيار الكهربائي. كان هناك من يتحدث بأنها تتزامن مع امتحانات الثانوية عامة، وكثير من الطلاب ربما عجزوا عن الدراسة أو مراجعة دروسهم خلال ساعات المساء. ومن ثم كانت التوجيهات الرئاسية التي أتت بأنها للحكومة المصرية بضرورة أن يكون هناك احتواء سريع لهذه الأزمة خلال المرحلة المقبلة. نحن نتحدث بأن هذه التعهدات التي أتت من الحكومة أعطت موعدا بأنه في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل لن يكون هناك انقطاع. كان هناك تفسيرات، كان هناك الكثير من الأمور الفنية التي تحدث فيها رئيس الوزراء، من بينها الأموال التي سيتم تكليفها لاستيراد، تتحدث عن مليار جنيه، نتحدث عن 180 مليون دولار لاستيراد 300 ألف طن من الغاز والمازوت. يتحدث أيضا بأن كان هناك عطل فني، كان يتحدث أيضا عن موجات حرارية أو ارتفاعات حرارية استثنائية. نعم. ولكن الأهم هو فيما يتعلق بالقرارات ورد فعل الشارع على هذه القرارات والالتزام بالفعل بأنه سيكون هناك إنهاء لهذه الأزمة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. شكرا جزيلا. إذن من القاهرة مراسل الحدث أحمد عثمان، شكرا.